السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة معكم من وسراف، إن شاء الله هذا هو البير الذي نفكرو الميتراج اللي كيما قلنا لكم أزيد من 300 متر. هذيك اللي كنا هنايا راه أكثر من 23 مليون سنتيم. غدا إن شاء الله غادي نبداو أصالي السيد ديالو. هذا مول الصندة هذا بغدادي، يعني هو كما قالها واحد هو المتمكن في المنطقة الشرقية الصراحة، هو إنسان معقول ومتمكن. قلت لكم اللي بغيت يحفر لك 300 400 متر، هذا الكمبريسور الأول. ما شاء الله الله يبارك. ان شاء الله يصلي الماتريال هذا النهار غدا مع الصباح ان شاء الله. شكرا الله. كما كتشوفوا الخوت، الحمد لله دابا الماتريال انصال السيد هذا السيد بغدادي هو الذي حفر لنا هنايا، الله يجازيه بخير ودار معنا واحد الثمن زوين وانسان معقول. دابا حنا في وسراف ان شاء الله غدا غادي نبداو نحفروا ان شاء الله هذا البير. هذا حنا دايرين على 300 350 متر، هذا الذي ضربنا يعني الثمن يعني الاجمالي ديال هذا الشيء 23 مليون. دابا اللي عندنا وشي حاجه نتمنى ان شاء الله يطلع لنا الماء ان شاء الله، باش يفرحوا هاد الناس كاملين. هذا السيد هو سبب هذاك السيد باش عطانا هاد الحاسيب. واحد السيد عطاني 30000 درهم هو يعني هو السبب، واحد الصديق ديالي ولد الخير هو اللي قال لي ها 3 مليون شوف لنا شي بير غير لنا واحد ديال تيران. ملي جينا لقيت هاد السيد راه مريض مسكين، قال لي مسكين راه كنموتوا بلا طاش وهاد الشيء دعي مع هاد الناس. الله يحفظكم اللي عطى شي دور ولا عطى لقليل ولا الكثير، الله يحفظه في الدنيا وفي الاخره. امين. الله يعطيه الحسنات في الدنيا وفي الاخره. امين. الله يجعله 100000 حجه وتيسير معاه. امين. البركه ما تحطاه الصحه. ان شاء الله. يعطى شي دور وساهم ووقف واخا غير بالهضره. طلبوا العزيز سيدي ربي يحفظه من الابد. امين. ويبارك له في رزقه. امين. ويبارك في الصحه ديالو ويبارك له في الاولاد. يا امين. احفظ له الولاد كيما حفظ السلبي للسلام. امين. والحمد لله رب العالمين. اللي جرى في هذا الشيء واللي جرى حتى في هذا الشيء الله يطلبوا ربي الله يعاونكم. شكرا كاع الناس المحسنين المحسنات الجاليه ما نساوهمش، الناس ديال الخارج حتى هما عاونوكم بزاف هنا. الله يحفظهم. صراحه. امين. وعاود واحد القضيه اللي ما عجبتنيش غادي نوريها لكم انتم راكم قبيله، هي ديك المقبره. روح اخويا احمد. الله يعطيك الخير. هذه المقبره هذه كما قلت لك اخويا حميد، الحاجه اللي ما عجبتنيش هنايا هي هذه المقبره. المقبره هذه حرمه، المقبره خصها تكون شوف واش ما كانش هاد الناس كان عندهم الاجداد ديالهم الوالدين ديالهم هنا يديروا غير 1000 درهم لواحد ويديروا هنا غير ما يديروش كاع الحيط، يديروا غير الكرياج ويديروا راه كيسرحوا هنا الغلم يدخلوا لهم هنا. واش هادو حتى هادو راه يستاهلوا الاحترام ويستاهلوا الوقر. هادو راه موته ولكن نحترموهم ان شاء الله. الا طلع لنا الماء من الحاج ان شاء الله نتكلفوا حتى بهاد المقبره تعاونوا كاملين ان شاء الله. ولكن صراحه الناس ديال هاد القبيله هادو راه هما اولى بهذا الشيء، هما اللي خصهم يكونوا. رانا نعرفهم وكنقولها وكنقولها بوجهي احمر، كيخسروا الفلوس في العراسات باش نقول لك، والزردات الكبار الحواله والاخر وخير غير قدامه ولا هذا الحاسيس حتى الحاسي هذا راه هما اولى به. قبيله نعرفوا الناس اللي ارشي ملياردير هنا ديال ولاد الميدين، ماشي انا ماشي كنحشي لهم الهضره ولا انا كنحفزوا بانه هذا الخير هو يكون يعني هو الاولى به، ما يجيش واحد اخر. هذه هي اللي سبقني للاجر. واش بقى لنا هذا دابا اللي غادي يجي لقى الوالد ديالو هنا ولا هو قال لك الغلب كيدخلوا هنا والكلاب والكلاب الكلاب الصباح. وانا قلت تدفن بنادم هنا راه غدا يحفر عليه الكلاب يجبدوا. نتمنى الله يتقبل من هاد الناس والله يهدينا كاملين ان شاء الله. ويا ربي يطلع لنا الماء ان شاء الله تاع المقبره. حنا علاش درنا هاد البير هنا حتى المقبره باش يكون كما قال الاجر يكونوا اجرين ان شاء الله. اجر عظيم ان شاء الله. المعنى وصابوا عندنا المقبره هذه ويديروا الشجره هنايا، يجي
المهم غير يخدروا هذا الشيء هذا. الله يحفظكم. والله يتقبل من الجميع ونشكروا كاع الناس اللي ساهمت في هذا الخير سواء المحسنين ولا المحسنات. يا رب. وكاين الناس راه ما عاد كيتصلوا بيا كيساهموا، كل كيساهم 100 درهم. لا يعطيهم الخير، الله يحفظهم. دير لهم واحد الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اخويا ابو جمعه بعدا حسب عليا 200 درهم على حسب المقبره. علاش حنا المقبره ان شاء الله كما قال عندنا حرف ما شفته 23 مليون ولا المقبره حتى هي حتى 200 درهم في البال ان شاء الله ربي كيسهل في كلش. ربي كيسهل في كلش ان شاء الله. المقبره هاي الفلوس كبيره جمعناها تبارك الله. كيما شي راه ماشي ساهل. الله يجمع لك الله يجمع لك الله يجمع لكم كل خير. جاي ناس يعطيك الخير. طلبوا الله العزيز. الناس كتطلب غير الثقه. الناس الله يجمع لكم كل خير. والله الا كيطلبوا غير الثقه. والله الا كيطلبوا غير الثقه. ما حفظ.